سيدات شوبينغ. أربع مشاركات غادي يتنافسوا على لقب سيدات شوبينغ، مبلغ محدد، وقت ضيق، وموضوع من اختيار ليلى حديوي صاحبة أجمل إطلالة كتنول إعجاب المشاركات. وخبيرتنا ليلى حديوي كتصبح سيدة شوبينغ. مشاهدينا مرحبا بكم معنا في يومية جديدة من سيدة شوبينغ. شنو ظهر لكم؟ نمشيو جميع نشوفوا لي ساك لي زاكسيسوار وحتى السبيبتات ديال هدى، نشوفوهم جميع. انا من البنات اللي كيعجبوني لي طالون بزاف، كيعجبني نلبس لي طالون سورتو فاش كنكون خارجه في العشيه كلاس، وهاد لا كولور هادي كتعجبني. هاد لي سكاربان شريتو بالعشاقه، كنلبسو مع دي جوب، كنلبسو مع دي غوب. المهم هذا باش كيعجبني نقدر نلبسو مع بزاف الحوايج. هاد لي طالون بلو زوينين بزاف، عندها الحق انها تشريهم بالعشاقه، حتى اللون ديالهم فن بزاف، البلو لا يعلى عليه. طالون زوين، ولكن النصيحه ديالي ما تبالغيش في الارتداء ديالو يوميا، لانه يقدر ياثر عليك بزاف سلبيا على ظهرك، على رجليك، بزاف ديال الحوايج، ولهذا انتبهي. وهذا لي بوتينغ اللي كيعجبوني بزاف، كنحاول نلبسو مع شي حاجه اللي غادي تجي اللي فيها لي دو كولور، باسكو هاد لي دو كولور شويه سنسيبل، ما خاصش اي حاجه تلبس معاهم، ماشي اي كولور تجي معاه. بان لي هذا هدا فيه 3 كولور، فيه البرونز والدوري اي لارجونتي، دونك هذا تقدري تلبسيه مع اي حاجه بغيتي، حتى انا نقدر نلبسو ويعجبني. انا متفقه معها، هاد الشكل هذا صعيب 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 بزاف اللبس اللباس، وماشي اي حاجه تجي معاه، وبعض المرات كاع يقدر يضيع نهائيا تماما الاطلاله ديال اللبس. هاد الساك كيعجبني بزاف، كيعجبني بزاف هاد لامبريمي، باسكو عندي دي شوميز في هاد لامبريمي، عندي ان بونطالون نقدر نلبس غير هاد لامبريمي، ما ندخلش كاع لو جون ويكون غير في الساك. عجبني بزاف لو ساك، سورتو الطبعه ديالو زوينه، وحنا كنعرفوا انها كتماشى مع اي لون، خصوصا مع البلو ولا مع الاحمر ولا هنايا مع الصفر، دونك جات زوينه بزاف. هذا فريمون عجبني، نهار شفته قلت خاصني ضروري نشريه. اكثر حاجه اثرتني في هذا الساك هي الريش ديالو، واخا هو كيفكرني في النعامه ولكن راه زوين. هذا الساك هذا بصح كثير فيه بزاف هذاك الريش، ما سي با براتيك، نخافو انا يبقى يتنتف فيه داكشي غادي يخسر ليه الشكل ديالو. هاد السلسلة من أحسن سلسلات عندي اللي عزاز عليا بزاف، واللي خديتها وكنت عاشقاها، فيسكو ما كنتش كاع معولة ناخدها، كانت غالية شوية، سي دو ديامون. أكيد أي امرأة في العالم إلا وعلى أنها كتحماق على الماس، لأنه تعطي واحد نظرة مغاير تماما على جميع القطع الأخرى اللي موجودة. هادو من اكثر لي بوك اللي كيحمقوني، اكثر حاجه كتعجبني فيهم وكتخليني نبقى نديرهم ديما هو لابغيونس ديالهم ولا كولور ديالهم. هاد لي بوك زوينين وعندها الحق، فيهم ديك لابغيونس اللي كتبقى تعطى مع الضوء من على برا، تيبقاو يبانو عاطين هنايا لذاك الغفلي. عجبوني بزاف، ويا ريت هدى ملي منهم وعطيهم ليا. شكرا لك هدى اللي وريتينا هاد لي زاكسيسوار، وموعدنا يتجدد غدا ان شاء الله باش نشوفو كيفاش كدير الماكياج وحتى لا كوافير. السلام عليكم.